من أجواء الميلاد نشاطات كثيرة عم تشهدها سوريا بمختلف المحافظات بهي الأيام من السنة بمناسبة أعياد الميلاد، من بازارات وريستالات وأداديس من دمشق وتحديدا من كنيسة القديس كيرلس اللي عم تشهد الآن بصالاتها فعاليات بازار ميلادك سوريا. أكيد زينب، ولنعرف أكثر عن البازار رح نتابع سوا أجواء الافتتاح مع زميلتنا نيرمين عمار يلي تواجدت بالمكان، وبعدين بدنا نرحب بالدكتور أكيد عمار الجمل راعي بازار ميلادك سوريا. صباح الخير، تسلمي، صباح وعبد النور. الكريم العيطة منظم الحدث، يسعد صباحكم. خلينا صباح في النور، أهلا البداية، وسهلا، أهلا وسهلا، صباح الخير. خلينا بالبداية نروح ننتقل نشوف افتتاح البازار ومنرجع. يلا. معنا شركات كتير، معنا 17 ل 20 شركة، معنا كتير مشاركين أعمال يدوية، ألبسة، يعني بازار شامل وكامل. حابين نقدم لأسر أبناء الشهداء هدايا بسيطة من بازارنا، بنعبر لهم فيها ولو شيء بسيط عن امتناننا للشهداء يلي هن نحن شو ما بنقدم لهم كثير كثير قليل. بينا نشارك بهذا البازار لندعم اسر الشهداء، نقدم لهم شيء بسيط من الشيء اللي قدموه هن. رسالتنا انه ندعم على الاقليه الاقتصاد الوطني اليوم، نخلي المواطن اليوم يحس انه في مين مسؤول عنه، في مين عم يهتم فيه برغم الظروف الصعبه والمعيشيه. فاليوم عروضنا كثير قويه ان شاء الله، وبتمنى ان الجميع يزورنا ويشوفوا بعينه هالشيء. كثير كثير الجو حلو، مثل ما لك شايفه الناس مبسوطة وناس عم تشتري وتناسب للأعياد. هلا مو حدا بيقدر ينكر وجود أهمية البازارات هلا، وخصوصا هلا فترة أعياد عم بتكون، فنحن لازم نحاول ندخل الفرحة السعادة لأي شيء عم بيكون بهذا البلد. يعني بدي رحب فيكم عن جديد. يمكن هلا ليا حلقاتنا دائما عم تحكي عن البازارات من وحي اجواء الكريسماس، خلينا نحكي ونبدا معك دكتور عمار، تحكي لنا عن البازار والهدف كمان من هيك بازارات. هلا اول شيء صباح الخير. هو البازار اول شيء بحسس سوريا بالانتصارات، الشيء اللي كان موجود واللي شفناه والحركه الموجوده، فهي أول شغلة بتحسس أنه في انتصارات اليوم للجيش العربي السوري، وإن شاء الله سوريا منتصرة بإذن الله. وتاني شغلة هي دعم لليرة السورية، يعني اليوم الأسعار كانت كتير يعني مرتبة كتير منيحة، والناس كلها مبسوطة وعم تشتري، و يعني البازار كان كتير حلو. نعم أكيد. سيد عبد الكريم يسعد صباحك. صباح النور. خلينا هيك شوية نحكي بأمور التنظيم، شفنا بالفترة الأخيرة الحمد لله هون نحصد حالنا ندق على الخشب، بازارات كتيرة وعديدة، ولكن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه كنتوا عم تفكروا بالتمديد لو في وقت أكثر، لو هي هو لعشرين الشهر بس رح يستمر. السر أكيد بالتنظيم، والسر أكيد باستقطاب الناس يلي هي بتجذب المواطنين لشراء البضائع وبالأسعار المناسبة. خلينا نحكي يمكن عن كواليس التنظيم الصحيح، عن كواليس اختيار يمكن المنتوجات الصحيحة ووضعها في بازار. لعلك شيء، أول شيء صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لسوريا كلها بشكل عام. لا فهلا. الموضوع هو لعلك شيء، نحن الفكرة كلياتها هي مرتبطة ببعض. يعني نحن وقت نحكي بشيء اسمه تجاري، تمام، فهو في له كثير روابط وكثير عوامل، تمام. يعني انا لاختار سلعه بدي اختار مكان، لاختار مكان وسلعه بدي اختار زمان، تمام. فانا بدي اختار الزمان بهي الايام اللي هي الكريسماس، فانا بدي شيء مرابط له، فشو بختار؟ مثلا بختار الكنيسه، تمام، لان اعمل شيء بيناسب هي يعني هي الفعاليه اللي تناسب هي الايام، تمام. فانا بدي اربط هدول التنتين، صاروا معي كثير حلوين كثير ناجحين كايام عيد، العالم بدها تتسوى بدها تتبضع بده كله يجهز للعيد، تمام. يكون هذا الكلام ضمن كنيسه مثلا، ضمن مكان مقدس الناس كلها بتحب انه تزوره مثلا وتشوفه، فهي فكره كثير حلوه نحن نشتغل عليها، تمام. هلا انا كيف بدي كمان اعززها اكثر؟ بعزركات اللي هي كانت معنا المساهم الاول والقوي كثير،
تمام اللي تنزل مثلا عنا نحن معنا مثلا هلا مثل ما قلت بالروبورتاج في احدى الصبايا عنا بالجروب انه معنا مثلا 17 ل 20 شركه هدول من اكبر الشركات عنا بالبلد يعني هلا اذا بتنزل مثلا على البازار بتلاقي الاسعار كثير مكسره يعني انت في سلعتين مثلا انا وسلعه بتاخذيهم بحق ثلاث سلع برا تمام يعني انه عفوا بالعكس انه حق ثلاث سلع مثلا برا بتاخذي تحت مثلا مضاعفاتهم خمسه او سته واوا الى اخره تمام وهذا الشيء ما له هو بس كلام كل الناس فيها تنزل وتشوف تمام الفكره كلياتها بالاخير هدفها يعني مثل ما بقولوا الاستراتيجي لقدام هو هدف لدعم الليره السوريه تمام نحن كيفنا ندعمها كيفنا نعززها بتواجد بازاري بازار اي حدا ثاني مثلا انا مشتغل عليه هون نحن فينا ندعم هذا الكلام ندعم الليره وايضا ندعم الناس هي اللي ما عندهم مكان كمستهلك انا اليوم كمستهلك بدي انزل مثلا اي سوبر ماركت او اي بقاليه مثلا اشتري كيس رز حوالي 350 او 300 ليره مثلا وانزل مثلا على البازار اخذ كيسين مع بعض اخذهم ب 450 ل 500 ليره فهذا في فرق لو بسيط بس في فرق يعني مثل ما عم تقول عبد الكريم اسعار مشجعه لكل العالم لحتى يتجهوا للبازار وفعلا البازارات هي يعني فسحه للعالم حتى تتسوق تشتري منتجات باسعار مقبوله خلينا نحكي دكتور عمار نعم. عن كمان كان في جانب لدعم اسر الشهداء نعم. خلينا نحكي كمان عن هذا الجانب نعم هلا انا فعالياتي هي اكثر شيء بتخص اسر الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة يعني بشكل مستمر أنا في عندي هيك فعاليات فكانت حلوة إنه فينا نرجع البسمة لطفل انحرم أبوه ضحى مشان هي البلد فراح نضل ندعمون وراح نضل مع أسر الشهداء وإن شاء الله بفضلهم مستمرين وموجودين يعني عم نعمل هالبازارات بفضل تضحياتهم عم نعمل هالبازارات نعم نعم بفضل تضحياتهم طبعا وصمودهم وصمود الجيش العربي السوري اللي صمد سبع سنوات اللي تعرضت لسوريا لمؤامرة كونية وصمد ونحن هلأ بصمود الجيش العربي السوري وانتصارات الجيش إن شاء الله راح نساوي بازارات ومعارض أكثر وندعم الليرة السورية نعم. إن شاء الله أكيد دكتور عمار خلينا هيك نتوسع أكثر ونحكي يمكن كيف لقيتوا الإقبال وكيف لقيتوا يمكن إقبال الناس والدعاية يمكن صارت أنه عم العالم بيصيروا بيقولوا لبعض أنه هون في أسعار أحسن في بضاعة أحسن خلينا نحكي عن الترويج هل أنا للبازار هلأ أنا شفت كثير بالبازار أنه كان في يعني حركة مقبولة كثير من ناحية الناس والعالم واللي إجت واللي ومبارحة بيقولوا لي انه كان الاقبال كثير كثير لسه اكثر من اول يوم فالناس كثير متشجعه وعم تجي ومبسوطه وحاسه انه اليوم في انتصارات بهذا الموضوع انه بتحسس الناس بالامان انه هي عم تروح على البازار وبتشتري وماشيه ومنطقه الاصاح هي كانت يعني مستهدفه كانت مستهدفه كثير فالناس كلها كانت مرتاحه ومبسوطه والحمد لله رب العالمين الحمد لله عبد الكريم البازار ضم حسومات كثيره تخبرنا عنها يعني كان له ميزات كثيره تخبرنا عن بعضها لحلك شيء هلا اول فكره كانت هي موضوع نحن بدنا نساوي له مثل ما بيقولوا هدف للفكره غير انه هو هدف انه بازار انا بدي اشتغل عليها كفكره انطلقت منها مثلا من مده كثير طويله هلا اول شيء هلا انا من احد جرح الحرب تمام انا متسرح هلا بالازمه بجريح حرب كاصابه نموذج حي تمام ايه هلا الفكره انطلقت من عندي ومن عند رفيق نحن اثنين هو في طبعا باسل اللي هو انا في عمري يعني هذا هو شريكي يعتبر بالفكره عن جد هو الفكره هو تصاوب بس لسه ما تسرح تمام لساته موجود صار له 9 سنين انا تسرحت تمام فالفكره انطلقت بالاحساس بالبدايه انه انا كيف بدي اعزز فكرتي انا اليوم عندي افكار تجاريه كثير بحكم شغلي ما قبل مثلا المرحله العسكريه تمام كيف بدي اربطها مع شيء انا عم حس فيه هلا برفيق اللي لساته هلا موجود كعسكري تمام وبغيره اللي لساته هلا موجود فيه. كيف بدي ادمج الفكره انا تمام ففكرنا فيها هيك انه احنا نكرم مثلا اسر الشهداء لو كان بعدد بسيط جدا تمام مقابل انه احنا كمان نعزز الفكره تبعنا احنا كبازار ونشتغل عليها هلا شو مثلا صار في تحت نشاطات تمام او مساهمات مثلا تحت حبينا مثلا نشتغل عليها كفكره اعلان ضمن المنطقه في عنا مثلا محلات جديده طلعت شركات جديده طلعت ضمن المنطقه هناك صرنا نعمل مسابقات وسحوبات تحت شجعوها. تمام ايه هي نشجع الشركات ونشجع الزائرين انه يجي لعندي تمام يعني مثلا انا لاعمل دعايه ل ل ل ل لحدا بالقصة مثلا في مطعم فاتح جديد نساوي سحوبات مثلا انك تروح وتعدي عنده وتاخذي مثلا ارجيله ودرينج وكذا وهيك انه مجانيه
تمام تحت ضمن سؤال وجواب، برنامج ترفيهي بسيط وشيء اكيد كثير حلو. وان شاء الله يمكن البازارات تعملوها وتعملوا فعاليات ثانيه وتكون موفقين فيها، مو بس بالكريسماس، بغير ايام اكيد ان شاء الله بكل سوريا ان شاء الله. ان شاء الله دكتور عمار، شكرا كثير. والجيش العربي السوري وانتصارات الجيش العربي السوري، والله يحمي سوريا. أمين. وقائد سوريا. أمين يا رب. الرئيس بشار الأسد. أمين. شكرا كثير لك دكتور عمار. شكرا كثير لك عبد الكريم. والله يحميك، وأنت مثال للشباب السوري يلي صاحب إرادة كثير قوية. شكرا لحضوركم ومبروك البازار، موفقين. الله يبارك فيك يا رب. موفقين إن شاء الله هيك كمان بنشاطات وفعاليات تانية لدعم الليلة السورية وتكريم أسر الشهداء. شكرا لوجودكم. شكرا كثير. شكرا لكم.